هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، والفرق بين الأدعية والأذكار المقيدة والمطلقة مهم معرفته. لكن ما هي القيود التي تتصورونها لما نقول ذكر مقيد؟ مقيد بإيش؟ مقيد بزمن معين أو مكان معين أو حال معينة؟ هاتوا مثالا على ذكر مقيد بزمن معين. أذكار الصباح والمساء مقيدة بزمن معين. بكرة وأصيلة، تسبيح بكرة وأصيلة مقيد بزمن معين. طيب، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جيد. نريد الآن ذكرا مقيدا بمكان معين، دخول المسجد، الخروج من المسجد، المنزل. واحد قال لي، أنا يقول أنا كان شغلي في شركة محرمة، ولما استقلت دخلت باليسرى، وقعت الاستقالة وطلعت باليمنى وقلت غفرانك. طبعا هنا سيأتينا قضية القياس، أنه هناك أشياء محددة في الشرع ما يصلح الواحد يقيس عليها. يقول أدخل البنك أقول غفرانك، أطلع أقول أنا سبحان. هناك أمور معينة لا بد من الالتزام بها. على أي حال، قلنا التقييد، القيد إما أن يكون بزمن معين أو مكان معين، مقيد بزمن أو مقيد بمكان أو بحال. مثل إيش بحال؟ مثل مثلا ذكر الطعام، هذا حال الأكل في ذكر. إتيان الزوجة، هذا حال له ذكر مقيد بهذه الحال، وهكذا. فهنالك إذن أذكار وأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة غير مقيدة، ومنها ما هو مقيد. فالأذكار والأدعية المطلقة هي على وجهين. الآن أخذنا المطلق، الآن أخذنا المطلق وسنقسمه على وجهين. الأول أذكار وأدعية واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا سبحان الله وبحمده، هذا ذكر عام، فهذه يؤتى بها بلفظها الوارد من غير زيادة ولا نقصان. فأنت تريد اتباع السنة فيها، تأتي بها بالنص، ما تغير ولا تزيد ولا تنقص. بنبيك الذي أرسلت، يعني بنبيك الذي أرسلت، ما تقول ورسولك الذي أرسلت أو بمحمد الذي بعثت، لا، هذه يؤتى بها كما هي. الثاني أذكار وأدعية يأتي بها الداعي من عند نفسه، أو تكون منقولة عن بعض السلف. فما حكمها؟ لو واحد مثلا خطر بباله دعاء ما ورد في القرآن والسنة، فهل يجوز أن يقوله؟ الجواب يجوز أن يقوله بشروط. أولا أن يختاره باللفظ الحسن والمعنى البين، لأنه يناجي ربه تعالى. اثنين أن لا يتخذه سنة راتبة يواظب عليها ينافس فيها الأدعية المشروعة. فلو واحد مثلا قال أنا أبغى أسبح بمثلا، أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم مثلا، إيش رأيكم أني أقول سبحان مالك الملك القدوس العزيز الحكيم وما في حديث ورد ودليل ورد بهذا؟ فنقول لا بأس، بشرط أن لا تتخذها سنة تنافس فيها الأذكار الشرعية، ولا تقيدها بوقت ما ورد في الشرع أو حال ما ورد في الشرع أو مكان ما ورد في الشرع أو عدد ما ورد في الشرع مثلا. إذا قيدتها تصير بدعة.
وبالإضافة إلى ذلك لا تتخذها سنة تواظب عليها. ولذلك لو واحد سأل قال هناك أدعية تنتشر وقت الاختبارات، اللهم وما نسيته فارزقني استعادته مثلا، هذا دعاء، ما حكم المحافظة عليه في الأيام الاختبارات دائما كل ما دخل اختبار يقوله؟ نقول هنا تحول إلى بدعة، نافست الشريعة ونافست الأدعية الشرعية واخترعت دعاء لم يرد وقيدته بوقت وبحال أو مكان معين وواظبت عليه، خلاص نافست الشريعة، فتحت الباب للزيادة في الدين. فهذا الفرق بين أن يخطر على بال واحد دعاء معين أو ذكر معين ما ورد في القرآن والسنة ولكن طيب المعنى، ما في شيء، معناه طيب، ما هو خطأ ولا في شرك ولا في منكر، فيقوله ما في مانع، لكن ما يواظب عليه أو يقيده حتى لا يتحول إلى بدعة. وهذا يوضح لك كثيرا من الأمور التي يحصل فيها إشكال ونأخذ عطاء ونقاشات عند الناس في هذه القضية. وأن يكون خال من المنكر كدعاء غير الله أو التوسل بالأولياء أو شيء مكروه كالسجع المتكلف. فلذلك نوصي الأئمة في صلوات التراويح أن لا يواظبوا على أدعية غير واردة، دائما يقولون كل ليلة حتى لا يظن الناس أن هذه الأدعية مشروعة. وإذا أردت أن تحافظ، تحافظ على المشروع وتغير في الذي لم يرد. إذن الوارد المشروع الثابت تحافظ عليه، والذي ليس بوارد ولا ثابت تغير ولا تواظب عليه.